بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة المعتقل علي محمد سلمان، عمره 21 سنة. ولدي كان يعني تربى في الغربة، عاش غريب، ولما نجحنا البحرين رجعنا البحرين عام 2001، يعني التحم ويا الناس وصار شعبي ومحبوب أصدقائه وأقرانه، شاب جامعي غير متزوج متدين خلوق محبوب من الكل. يعني كان مسالم، يعني ما يحب العنف ولا يحب، فكان جدا مسالم، ما شفنا منه يعني شيء. بس في الجامعة بعد ما رجعنا من إيران، سافرنا إيران، رجعنا من إيران مجرد أسبوعين، رحنا للزيارة يعني شهر رمضان، ورجعنا من إيران بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام هجموا البيت. بعد أنا يعني أتوقع أن مكيدة يعني سووا له، وإلا هو ما عنده توجهات يعني ثانية. مجرد خطاب السيد حسن نصر الله يوم ثاني جو لنا، ويعني ولما جو قالوا هو مسافر لبنان، قلنا لهم سافر لبنان في الإجازة يعني مرة، مسافر العراق للزيارة، وإيران للزيارة، يعني رحنا لزيارة الأئمة عليه السلام. جو البيت وإحنا ما حصلوا، فراحوا للجامعة حاصروا، يعني ما حاصروا بس كان واجد تحرك أمني يعني باللباس المدني، رجال باللباس المدني، الكلية الآداب اللي مش فيها انتشروا. هو قبل طلع، مجرد ما عرف إنه جو البيت طلع من الجامعة، فهذا ما تمكنوا منه. بالليل يوم ثاني ردوا داهموا البيت، يعني وهدد مرة ثانية اللي جوا بالليل، حتى يعني قلت لهم أنتم يعني هذا العدد اللي جاي كله إلى ولدي، يعني استغربت الشقة كلها ما شالتهم، بعد عدد هائل هائل من المدنيين أرعبونا يعني صراحة. قلت لهم انتم كلكم جايين على حساب علي، بس لو نفر واحد شخص واحد مدني غير مسلح ما عنده اي شيء، قالوا وين علي؟ وفتشوا يعني البيت كله، ما يعني هذا ما حصلوا. فلما سألونا وينه يعني ما ندري، احنا نعرف انه عندكم، لأن راحوا الجامعة، مجرد ما دخلوا الجامعة وصلنا خبر انهم راحوا الجامعة، فظنينا انهم بعد اخذوا يعني، قالوا خلاص عدنا ان شاء الله بيكون عدنا وبتسمعون عنا وبتشوفون شنو بنسوي فيه يعني. هددونا نوعا ما وطلعوا يعني، من ذاك اليوم ما شفنا يعني اختفي عنا، ما قام يجي حتى الديرة. أول مرة شفته بعد الغياب يعني، جاء أيام العشرة، لأن علي حسيني جدا يعني يحب عاشوراء عنده من الأشياء المهمة في حياته يعني أيام عاشوراء. وشفته في العشرة، جاء في أيام العشرة يعني تكلم بعض الأشياء عن معاناته، قال لي ماما أنا وين أنت تعيش؟ قال أنا يومين أكون مثلاً في مكان نائي، مكان ما يعيش فيه حتى الحيوانات، وأحياناً أكون لا في مكان يعني محترم، بس أنا أعيش برعاية الله
ورعاية صاحب الزمن. يعني هذه الكلمة اللي ركز عليها. يعني يقول حتى أحيانا أكون في مكان يعني مرة أحاطوا بالشغب من كل جهة. هذا الأجيال من كل كانوا في مداهمة حاطوا بكل مكان يعني. وأنا يعني عنده علي حالة اطمئنانية. يقول مع ذلك أنا غمضت عيوني وتوكلت على الله ونمت، ما خفت، مع أن أنا أدري أنه هو كل، والمكان يعني مكان مكشوف، مكان مكشوف ممكن بس خطوة واحدة ويأخذون. مع ذلك أنا استسلمت لعله لقضاء الله ونمت. لما يتكلم تحس لأنه متعود على حياة مو رفاهية وإنما حياة استقرار، يعني ما كان يطلع فيه واجد ولا عنده احتكاكات بشباب واجد، فهو متعود على يعني ولد بيوت يعني قولتهم يعني بيوت يعني. فلما تجي يتكلم لك إنه عاش معاناة برا ومعاناة من شلون يعني مثلا في حالة نوم في حالة